يعني معناته ان هذا المنتخب راح كما ايضا يستند عليه في المشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه في باريس. طبعا معنا رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم، مبروك الانجاز، لكن الدوري ايش وضعه؟ على وضعه 25/8 والتتويج شلون بتوجون في الرياض وجده؟ هنا احتمال وهنا احتمال. ياسر المسح ليرد. طبعا بدايه ان شاء الله مع بالتنسيق مع الاخوان في الرابطه ومع الانديه راح ان شاء الله تنطلق الدوري الموسم القادم في 25 اوغست. طبعا احنا نتيجه التاخير والتمديد اللي حصل الخارج عن الاراده كان المفترض يبدا الدوري في 11 اوغست، ولكن لاعطاء اللاعبين وقت للراحه وللاجازه. تعرف اللاعبين امضى وقت طويل جدا، يعني موسم طويل ومرهق، فتم الاتفاق مع الرابط انه ينطلق الدوري ان شاء الله في 25 اوغست بحول الله. طبعا هذا من اختصاص الاخوان في رابط الدوري المحترفين، ولكن حسب اللي انا عرفته منهم انه حيكون في يعني تجهيز لكلا الاحتمالين. راح يكون في ترتيبات في الرياض وفي جدة اذا ما استمر يعني التنافس الى اخر جولة. بس الافضل من يجيب يعني على هذا السؤال اخوان في الرابطه الدوري المحترفين، لهذا من اختصاصهم الله يسلمك. والله لنا زمان عن ما ظنك ناسيه البطل يا اسيا، الحين البطل يا اسيا.